السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في قناة أم محمد. إذا أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوا الضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان كل ما نزل فيديو يجيكم إشعار، وما تنسون كمان من اللايك. واليوم حبيت أشارككم يعني قصتي مع الصلاة على النبي. بالتأكيد الصلاة على النبي ما محتاجة لأدلة ولا محتاجة لبراهين ولا محتاجة لقصص ولا روايات، لكن نحن كلنا في مسيرة حياتنا، ويمكن حتى الأنبياء عليهم السلام كانوا بيحتاجوا إنه من الله سبحانه وتعالى لقصص ولأدلة ولبراهين حتى إنه يطمئن قلبهم. ويكفي في ذلك إنه سيدنا إبراهيم لما قال لله سبحانه وتعالى إنه وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فنحن يعني في مسيرة حياتنا وبنحتاج يعني لأشياء تساعدنا على التذكير وتساعدنا على إنه يكون عندنا يعني إيمان كده بيقين. فبالتأكيد القصص لولا إنها كانت يعني عندها أهمية كبيرة في الحياة ما كان الله سبحانه وتعالى في القرآن نزل عدد من القصص للأنبياء حتى إنه يأخذوا منها العظة، يأخذوا منها الاحتوار، يأخذوا منها حتى اليقين والإيمان. المهم، فحبيت اليوم أشارككم زي ما قلت لكم قصتي مع صلاة النبي في عدد من مراحل حياتي. يمكن من البداية كان يعني أبوي ربه يرحمه ويغفر له دائما كل ما أتصل عليه فبيقول لي إنه يا ابتهاج ما تنسي الصلاة للنبي. فكان دائما كل ما أتصل عليه يمكن كانت دي أكثر وصية كان بيقول لي إنه يا ابتهاج ما تنسي الصلاة للنبي. وكان في عدد من برضو من الحاجات بيقولوا لي ان شاء الله المره الجايه حقولها معاكم باذن الله تعالى. فكنت خلاص يعني وطنت يعني قلبي ومليته بانه دائما اكون متذكر انه اصلي على النبي. فحتى ولدي محمد ربي يديه الصحه والعافيه برضو دائما بيذكر انه يا امي صلي على النبي. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وطبعا احنا عارفين يعني بطبيعه البشر لما تحب حاجه كثير فبتفضل تتكلم عنها كثير، بتحكي عنها يمكن طول اليوم كثير، بتشوفها في المنام كده. فانا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، فححكي لكم انه المرتين دي انا كان يعني عملت شنو وقلت شنو صراحه يعني. فالمره الاولى اللي حلمت فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم انا كنت طول النهار يعني كنت بقول الصلاة على النبي، حتى ما بقوله كنت بالصيغة الأساسية اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني ما بالصيغة الإبراهيمية. كنت بقولها يعني عندنا مديح في السودان، يعني طبعا السودان عارفينه اللي هو إنه اللهم صل على ما أعرف حقولها بلغة كده، اللهم صل على النبي الأواب بعدد من صلى وتاب، اللهم صل على النبي القرشي بعدد من طاف بالعشي. هي مديح يعني مديح عندنا في السودان. فكنت بقولها بالصيغتين ديل كده بس، اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الثلاثه صيغ ديل كنت بقول بهم طول اليوم يعني، حتى يمكن وزي ما قلت لكم اكثر حاجه كانت بالصيغتين الاوائل اللي هم اللهم صل على، ما حقدر اقول من غير اللحن حقها، لكن حاضرب لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو حتى اذا كان على حق وطبع ونشر يعني ما يخرب علينا الفيديو. المهم، فكنت دائما قلت لكم طول اليوم بقول الصلاة على النبي. ف المساء يعني عادي نمت الحمد لله يعني متوضية يعني بفضل الله. طبعا يمكن في لحظات دائما الواحد بيكون قريب شديد من ربنا وبطبيعته طبيعتنا يعني، وبعد ذلك ثاني الواحد برضه الحياة بتشغل شوية. فالمهم ف نمت في المنام شفت ابوي الله يرحمه، وشفت يعني شخص اخر يعني راقد على سرير، والكلام ده وين؟ والله لما اقول شهيد الكلام ده في فناء الكعبه. ف يعني حتى اتذكر الكلام ده يعني بتاثر جدا. فقلت لابوي يا ابوي ده من الراقد جنبك؟ قال لي معقول يا ابتهاج ما عرفتيه وده الرسول؟ فقعدت حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مديني ظهره. فقعدت اقول يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله كده بالصوت يعني. فالتفت علي ويبتسم. في اللحظه دي جا واحد من اولادي صحى لي صلاه الصبح
وقال لي امي خلاص يعني الاذان اذن. فبجد معرفة اللحظة دي كنت دايرة ابكي، كنت دايرة يعني كانت لحظة يعني ربنا يرزقكم جميعا ان شاء الله ويرزقنا واياكم ان شاء الله، شفتوا في المنام وشفتوا كمان باذن الله تعالى في الجنة يا رب العالمين. دي المرة الاولى. المرة الثانية وللأمانة ما متذكر تفاصيل المنام كله بالضبط، لكن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته المعروفة، وزي احنا ما عارفين انه الشيطان ما بيتمثل في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. دي كده المرتين اللي شفت فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. ونجي لتفريج الهموم وقضاء الحوائج، يعني اللي بيلتزم بالصلاة على النبي والله والله تفرج همه، يفرج همه يعني. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك. أنا كنت حامل بآلاء، يعني أوريكم بس نقطة بسيطة أو يعني حدث بسيط من قضاء الحوائج. كنت حامل بآلاء ربنا يحفظها، فكنت يمكن طول فترة الحمل أنا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبصلي عليه بدون عدد بالليل وبالنهار خلاص. فلما جاءت يعني لحظة الولادة دي يمكن أكثر حاجة بعرفها طبعا النساء، يعني أخواتنا اللي بيكونوا عارفين الموضوع ده، يعني آلام الولادة معروف عنها وبيتكلموا عنها الناس كلهم، لكن بالنسبة لي في ولادة آلاء والله والله ما كانت في أي أوجاع على الإطلاق. يعني حتى أنا لو مشيت من البيت هنا، ويمكن كانت معنا يعني نسيبتي ممكن تعرف الكلام ده، أنا مشيت من البيت ما عندي أي وجع، ما عندي أي حاجة، مشيت بس كده يعني عرفتوا، فمشيت بس كمتابعة عادية. فلما مشيت هناك الدكتورة قالت لي خلاص والله يا ابتهاج ما حخليك ترجع البيت لأنك أنت خلاص بقيتي ولادة. فبقيت يعني في مغالطة مع الدكتورة، والله يا دكتورة أنا ما حاسة بوجع وأنا ما عندي شيء وكده يعني عرفتوا. فقالت لي لا والله دي مسؤولية وأنا ما بقدر أخليك ترجع البيت، كلمي اتصل. حتى أنا يعني لو وصلت هناك المستشفى قلت لها يا محمد ارجع انت البيت عادي، انا معي كانت ايبا اروى، كانت معي اروى، فقلت له ترجع البيت عادي واحنا يعني بنشوف الدكتور تقول شنو بعدين بتصل عليك تجينا راجع ثاني. فاتصلت عليه وقلت له خلاص تعال راجع، لان الدكتوره قالت الان انا ولاده خلاص مش هدخل غرفه الولاده. ففعلا مشيت در اكد لكم انه يعني الصلاه على النبي ما يعني ما كان عندي اي وجع، ما عندي اي الام نهائيا، يعني مهما اقول شيء لا يصدق. فلحد انا يعني خلاص في لحظه الولاده كانت الدكتوره بتقول لي يعني اسم من هنا يعني ابعث لها التحيه والسلام، دكتوره عراقيه ولكل اهل العراق، فكان بيقول لي يعني ابتهاج يا استاذه ابتهاج سمعينا صوتك خلينا نعرف انك انت على ولاده، ادينا اي حاجه، ادينا اماره كده انك انت متوجعه ومتالمه. فكنت بقول حتى ما برد عليها، بقول بس اللهم صل عليك يا رسول الله، اللهم صل عليك يا رسول الله، والله دي الكلمه اللي كنت بقولها. فقالت خلاص، قالت للسيستر نعمل لها وجع يمكن ابتهاج تورينا الم في وجهها ولا حاجه. فالمهم الحمد لله وفضل الله يعني ولدت بكل تيسير وبكل سهوله، يعني مهما اقول لكم ما تتخيلوا السهوله والراحه اللي انا كنت فيها. حتى يعني ولاده اولادي نفسها كان في قصة غريبة حصلت، أنا حأحكي لكم مرة تانية إن شاء الله، كمان بحكي لكم إن شاء الله الأصوات أو الحياة اللي بتجيني كل فترة بتوريني أو بتأشر لي حياة معينة كده في الحياة بإذن الله تعالى أشارككم بها في فيديو تاني بإذن الله تعالى. من قضاء الحوائج برضو كمان في من الصلاة على النبي اللي هي كانت برضو أبو محمد ربنا يحفظه كان مقدم للحج، ويعني وتأخر خلاص يعني يمكن الوقت قبل 3 أيام يعني ما جاته التأشيرة وما جاته الحاجات دي. فقعدت أقول له يا أبو محمد صل على النبي، أذكر الله وصل على النبي. ففي نفس اليوم اللي هو يعني بدأ يذكر يصلي على النبي كثير، في نفس اليوم اتصل علي قال لي ابتهاج جات التأشيرة خلاص والحمد لله ورق الحج كله بقى جاهز. حتى يعني كان مستعجل جدا جهز حاجاته وسافر. من الصلاة على النبي كمان برضه نفس الشيء، التيسير في الرزق، ويعني كمان ده حخلي له حلقه ثانيه كامله عن التيسير الرزق وعن الدعاء اللي دايما بقوله، يعني بحفظ الله تعالى شايفه اثره في حياتي، وباذن الله تعالى اشارككم في فيديو ثاني. انا اسفه على يعني الاطاله، وباذن الله تعالى يعني اكون اديتكم بعض الاضاءات في الصلاه على النبي
وارجع واذكر انا بالتاكيد احنا ما محتاجين يعني تاكيد على فضل الصلاه على النبي. اذكر الله وصلى على النبي، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال.